موصل سيكون بداية لعلاقات جديدة بين أربيل وبغداد. واطمأن البرزاني أهالي الموصل قائلا إنه لن يسمح بأن تتحول المدينة إلى حلب جديدة. هذا وحققت القوات العراقية بدعم جوي وبري من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدما ميدانيا بعد انطلاق عملية استعادة مدينة الموصل آخر معقل كبير للتنظيم المتشدد في العراق. ووصلت الفرقة التاسعة المدرعة إلى مشارف قضاء الحمدانية جنوب شرق الموصل بينما انسحب مقاتلو داعش من قرى في الجنوب. لقد دقت ساعة الانتصار وابتدأت عمليات تحرير الموصل. أعلن اليوم ابتداء هذه العمليات البطلة لتحريركم من بطش وإرهاب داعش. بعد أكثر من عامين عادت القوات العراقية مرة أخرى لاستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الذي استولى عليها في يونيو عام 2014. رئيس الوزراء العراقي أعلن بدء تلك المعركة في بيان تلاه واستكبار قادة القوات المسلحة، وقال فيه إن هذا العام سيكون عام الخلاص من داعش. إن القوى التي تقود عملية التحرير هي قوات جيش العراق الباسلة مع قوات الشرطة الوطنية، وهم الذين سيدخلون مدينة الموصل لتحريرها وليس غيرهم. هم منكم وإليكم، يريدون خيركم وحمايتكم وتخليصكم. بعد إعلان رئيس الوزراء لم يتأخر انطلاق عملية الموصل، إذ بدا قصف جوي تزامن مع قصف مدفعي كثيف على مواقع داعش في محاور متفرقة. عدة فصائل أعلنت مشاركتها في عملية تحرير الموصل إلى جانب القوات العراقية ودعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وتتشكل الركيزة الأساسية للقوات المشاركة من القوات العراقية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى فرقة الرد السريع، كما سيشارك في العملية الحشد الوطني الذي يتألف من مقاتلين من عشائر سنية. وبحسب مصادر عسكرية فإن محاور الهجوم على مدينة الموصل أربعة، محوران شماليان عبر تل عفر وسهل نينوى، وكانت مهمة هذا الجانب من نصيب قوات البشمركة، ومحور جنوبي عبر القيارة للقوات المشتركة من جيش وشرطة اتحادية على أن يكون المحور الرابع غربي مدينة الموصل لمنع تسلل عناصر داعش إلى سوريا. إعلان بدء معركة الموصل جاء بعد ساعات من إسقاط القوات العراقية عشرات الآلاف من المنشورات فوق المدينة لتحذير السكان بأن الاستعدادات لعملية تحرير المدينة من داعش قد دخلت مراحلها الأخيرة. توالت ردود الفعل الدولية على تلك المعركة، إذ رحبت الولايات المتحدة على لسان نائب وزير الخارجية ببدء المعركة، بينما أعلن ممثل أوباما في التحالف الدولي عن فخر واشنطن بالوقوف إلى جانب القوات العراقية في هذه العملية التي وصفها بالتاريخية. وفي الولايات المتحدة أيضا قال وزير الدفاع أشتون كارتر إن هجوم الموصل لحظة حاسمة، مشيرا إلى أن بلاده وباقي دول التحالف تقف مستعدة لدعم قوات الأمن العراقية ومقاتلي البشمركة. وفي روسيا أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن أمله بأن تبذل الولايات المتحدة وحلفاؤها قصارى جهدهم لتفادي وقوع ضحايا من المدنيين خلال الهجوم. كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها أيضا بشأن المدنيين البالغ عددهم 1.5 مليون مدني في المدينة.